تعاطفا مع ابنه، نقش أب بريطاني وشما على صدره بطول 9 سنتيمترات يشبه علامة الغرز التي تركتها العملية الجراحية في صدر ابنه الصغير البالغ من العمر 6 أعوام، ويأمل الأب في أن تكون الندبة رسالة إيجابية لابنه مفادها أن يكون فخورا بما مر به. ولأنها كانت تغط في نوم عميق، عاشت مسافرة كندية لحظات من الرعب على متن طائرة بعدما انصرف الركاب والمضيفون وظلت عالقة بمفردها في الطائرة. واستيقظت تيفاني آدمز بعد ساعات لتجد نفسها عالقة في ظلام دامس وبرد شديد، ما سبب لها حالة من الذعر لتلمح بعدها إشارة ضوئية في أحد الأبواب وتقوم بفتحه والتلويح لشخص بعيد في المطار. يقوم مركز تجميل في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بتحويل صور الأشعة فوق الصوتية الخاصة بالأجنة إلى أظافر صناعية في أحدث اتجاه للأمهات اللائي تنتظرن مولودا جديدا ويردن فعل شيء جديد. وتستغرق عملية رسم الموجات فوق الصوتية على الأظافر حوالي 2.5 ساعات بكلفة تصل إلى $150 أمريكيا. واجه الممثل الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون هجوما شرسا من قبل جمهوره في ظل نيته تقاضي مبلغ مالي يصل إلى 849 جنيها إسترلينيا مقابل صورة يلتقطها أي معجب معه في جولته القادمة ببريطانيا. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، من المقرر أن يتجه سيلفستر إلى بريطانيا في جولة في لندن ومانشستر خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين، وذلك للترويج لفيلم الأخير رامبو 5.